ازيكم؟ النهاردة هنتكلم عن الصلصال. الصلصال ده من اهم اللعب اللي المفروض تكون موجودة عند الطفل من سن سنة ونص، تمام؟ يبقى الصلصال من اهم واحلى اللعب اللي لازم تكون موجودة عند الطفل من سن سنة ونص. على قد ما هي بتفرح الاولاد قوي، الاطفال، على قد ما هي بتكون ليها اهمية كبيرة قوي. يبقى على قد ما هي بتفرح الأطفال قوي، على قد ما هي بيكون ليها أهمية كبيرة قوي. طيب إيه هي أهمية الصلصال؟ يبقى إحنا اتفقنا كده إن الصلصال لعبة مهمة المفروض تكون موجودة عند الأطفال من سن سنة ونص، واللعبة دي ليها أهمية كبيرة. تعالوا نشوف إيه هي أهمية الصلصال، بتنمي إيه عند الأطفال. طيب فوائد الصلصال، أول حاجة بتقوي اليد، تمام؟ يبقى أول حاجة بتقوي اليد عن طريق العجن، ان انا بعجنه، وعن طريق التشكيل، وعن طريق اللف، وان انا بقعد الف الصلصال كده، الطفل يعني بيقعد يلف الصلصال كده، وعن طريق التدوير ان هو بيقعد يعمله كده، تمام، وبيشكله. يبقى الصلصال اول حاجة بتقوي عضلات اليد، بتقوي عضلات اليد عن طريق زي ما اتفقنا العجن، ان انا بعجن الصلصال، وعن طريق اللف، تمام، والتدوير، تمام، والتشكيل، ان انا بشكله لاشكال. تاني حاجة بتقوي المهارات الحركية الحسية، بتقوي المهارات الحركية والحسية، الإحساس بتاع الطفل، يبقى بتقوي المهارات الحركية الحسية. تالت حاجة بتساعد على التآزر الحركي البصري، بتساعد على التآزر الحركي البصري، تمام. رابع حاجة التخيل والإبداع، بتخلي فيه تخيل وإبداع. خامس حاجة تنمية المهارات اللغوية، خامس حاجة بتنمي المهارات اللغوية. سادس حاجة بتهدي الطفل، لأنه بيخرج فيه كل الطاقة اللي عنده وبيبدأ يتخيل. يبقى إن هي كمان ممكن نستخدمها لو الطفل هايبر شوية أو بيتحرك كتير، بنستخدم الصلصال لأنه بيهدي الطفل، لأن هو بيطلع فيه طاقته كلها. عامل زي الكرة السفنج اللي احنا بنقعد نضغط عليها، اللي هي كرة الأعصاب، بنقعد نضغط عليها عشان ايه؟ عشان نهدى، لما بنقعد نمسكها عشان ايه؟ نهدى. بتساعد الطفل كمان على التركيز، يبقى الصلصال بيساعد الطفل على التركيز. من أهميته كمان ممكن ان نعمل ايه بالصلصال بقى؟ الطفل يعمل بيه ايه؟ ممكن يعمل بيه حيوانات، ممكن يعمل بيه أشخاص، ممكن يعمل بيه أرقام، ممكن يعمل بيه حروف، ممكن يعمل بيه أدوات، ممكن يعمل شكل البيتزا، تمام؟ الصلصال بيعتبر من الألعاب اللي يقدر الطفل يلعب بيها بكذا طريقة، هيشكل كذا حاجة وهيعمل كذا أشكال بيها، أشكال كتير جدا ممكن يشكلها بالصلصال، تمام؟ المهم ان انا اديله الصلصال واديله ادوات يحاول يشكل بيها، اللي يعمل بيها اشكال، زي قلنا زي اشكال الحيوانات، زي اشكال ممكن يعمل بيها اشخاص، ممكن يعمل بيها ادوات، تمام، شاكوش، يعمل بيها مثلا شكل السماعة بتاع الدكتور، ممكن يعمل بيها ارقام، ممكن يعمل بيها حروف. يبقى الصلصال لعبة مهمة جدا المفروض تكون عند الأطفال من سن سنة ونص، لأن اللعبة دي بتنمي مهارات كتير، واتفقنا إن احنا بتنمي المهارات الحركية، ممكن تهدي الطفل، ممكن تنمي عنده مهارات التخيل، ممكن التآزر الحركي البصري، ممكن المهارات الحسية، ممكن المهارات اللغوية. دي كلها حاجات الصلصال بينميها، بتقوي عضلات اليدين، تمام، بتزود التآزر الحركي البصري، كلها دي مهارات الصلصال بينميها. يبقى الصلصال لعبة مهمة جدا نحاول ان هي تكون عند الطفل من سن سنة ونص. ده موضوع الفيديو بتاعنا النهاردة، ان شاء الله نتقابل في الفيديو الجاي. مع السلامة.